المتابع والمشاهد لقمة البحر الميت اللي عقدت امبارح واللي شاف فيها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اتكلم فيها في هذا المؤتمر اللي عرف بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لغزة، حيجد ان كان في كلمات كتير جدا صبت في اتجاه وقف العدوان، وان الجانب الفلسطيني او حركة حماس وافقت على هذا الامر، رغم كده ان الجانب الإسرائيلي لم يوقف عدوانه. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في الحقيقة واضحة وكاشفة لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. الكلمة المصرية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية من جديد، إن هو يطلع إنسانيا وينظر بعين الرحمة إلى ما يحدث داخل قطاع غزة إذا ما قورن بأي عدوان بيحدث في العالم بأسره. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن كلمة الرئيس في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة. بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني خلينا نروح مع حضرتك في قراءة وفية لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر أمس. يمكن زي ما كنا بنتكلم هو موقف ثابت وراسخ وقوي الحقيقة وداعم لأشقائنا في قطاع غزة، ويمكن بيجي استكمالا كمان للدور المصري والموقف المصري منذ اليوم الأول لهذه الحرب الغاشمة. كل تأكيد كلمة الرئيس المصري بعيدا عن الكلمات المنمقة واللي كان بيتكلم فيها بشكل واضح أن العالم وخاصة المدنيين داخل قطاع غزة لا ينتظرون أن يخرج هذا المؤتمر بمجموعة من الكلمات المنمقة أو مجموعة من التصريحات الغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. كلمة الرئيس المصري تكلمت في مجموعة من النقاط المحددة وحطت أجندة وخارطة طريق لعملية الإغاثة الإنسانية داخل القطاع والمطالب المطلوبة بشكل واضح. كلمة الرئيس تكلمت بشكل واضح عن أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بقرارات القرارات الأممية، سواء القرار رقم 2735 الصادر بتاريخ 10 يونيو أو القرارات كمان اللي صدرت ابتداء من اليوم الأول. احنا بنتكلم النهاردة 250 يوم على هذه المجزرة الوحشية التي لم يشهد العالم مثلها من قبل. شايفين النهاردة آلاف من الضحايا ما بين شهداء وما بين جرحى. عندنا كل التصريحات الأممية بتتكلم عن إن في معاناة كاملة بيعانيها ما يقرب من 2 مليون مدني، منهم 500 ألف طفل داخل القطاع. كلمة الرئيس اتكلمت عن ضرورة الالتزام بالقرار بوقف فوري لإطلاق النار، ضرورة استمرار الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بالأونروا، وكيف يمكن العمل على استمرار تقديم هذا الدعم باعتبارها واحدة من الآليات الأممية التي تم الاتفاق عليها منذ عام 1949. إن إزاي إن أنت واحدة من أهم الآليات اللي بتستخدم في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين اللي موجودين على أرضهم داخل الأراضي المحتلة، إزاي إن آلية زي كده بيتم تصفيتها وعندنا دلوقتي عدد الضحايا الموجود منها يزيد عن 192 عامل من عمال الإغاثة الإنسانية، بالإضافة ل 135 طفل من الأطفال. فكرة كلها كلمة الرئيس كانت بتتكلم بنقاط واضحة وضرورة وقف إطلاق فوري إطلاق النار، وضع خارطة طريق لعملية دخول المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها، لأن احنا منذ اليوم الأول بنتكلم من 7 أكتوبر مصر خدت على عاتقها أهمية العمل على دخول وإيصال المساعدات، ليس فقط عبر معبر رفح البري اللي هو أصلا مخصص للأفراد وليس للبضائع أو المساعدات، ولكن عبر إلزام المجتمع الدولي بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على ضمان دخول المساعدات. دكتور محمد، ازدواجية المعايير داخل المجتمع الدولي، يعني أنا بتكلم عن أزمة بتحدث في أوكرانيا العالم يتعامل معها بشكل، وأزمة تحدث في قطاع غزة العالم يتعامل معها بشكل آخر، ولحسن الحظ أن الاثنين بيحصلوا في وقت واحد أمام الجميع علشان يحصل رد فعل يمكن لأول مرة بنشوفه داخل حتى النشأ الجميل اللي في الجامعات حتى الأوروبية والأمريكية اللي رفض هذا الأمر. اللي احنا شايفينه النهاردة من حرب غزة كشفت الوجه القبيح
لمنطق القوة الذي أصبح يحكم العالم. عدم وجود مصلحة مباشرة للدول في عملية الصراع خلى أن كتير من الدول منذ 7 أكتوبر حتى الآن عندها، أنا آسف في المصطلح، ميوعة في اتخاذ القرار. القرار اللي هي بتاخده النهاردة لا يكبر سلطات الاحتلال اللي ماشية في جانب واحد، في قمع لمجموعة من المدنيين لم يتم أي خطأ من جانبهم سوى التمسك بأرضهم التي أقر الأمم المتحدة بضرورة إقامة دولة فلسطينية على الحدود الخاصة ب67. هرجع تاني أكد على كلمة الرئيس، لأن كان فيها بصراحة مجموعة من الرسائل المهمة اللي محتاجين إن احنا نشوفها. كلمة الرئيس اتكلمت على أن ما يحدث داخل غزة هي حرب انتقامية. اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة حرب أصبحت بلا هدف. أنت بتتكلم 250 يوم أنت بتقتل وبتجوع في مجموعة من المدنيين دون هدف سياسي واضح إلا بقاء حكومة اليمين المتطرف على رأس السلطة في كيان الاحتلال. اللي أنت بتتكلم عليه إن إزاي كل ما في مبادرة أممية تطلع سواء النهاردة من الجانب المصري أو الجانب القطري وأيضا كمان الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأحيان بتقدم حتى لو بعض المبادرات من عندها مسيسة، ولكن كلها بتتكلم عن وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لما الجانب الفلسطيني ممثل في حماس لما بتعلن قبولها للمبادرات الخاصة بالتهدئة وغيرها، الجانب الإسرائيلي بيتعنت. لما نشوف النهاردة مجزرة زي اللي تمت في مخيم أيام العصيرات، وإنك عشان تطلع 4 أسرى قتلت أكتر من 600، في أكتر من 600 ضحية في هذا المخيم في مجزرة هوليودية شفناها النهاردة، إنك بتحاول إنك ألبست جنود الاحتلال فكرة إن هم أبطال في عملية المساعدات الإنسانية، ودخلوا وشاحنة بتدخل وشاحنة بتلقي النازحين، وطلع إنك بتعمل عملية تصفية للمدنيين داخل القطاع. كلمة الرئيس اتكلمت عن مجموعة من النقاط الواضحة، وهي فكرة أن الحل الأمثل لدخول المساعدات والحل العملي هي المساعدات البرية. خلينا نتكلم من الرصيف البحري الموجود اللي أنشأته السلطات الأمريكية غير فاعل بشكل غير واضح فعل، وفي شبهات أيضا أصلا يعني بسبب وجوده اللي احنا ما هو الفكرة كلها أن أنت كل يوم ما يحدث داخل قطاع غزة بيعري الوجه القبيح للعالم. المجتمع الدولي الذي لم يستطع إجبار دولة موجودة في المنطقة العربية، دولة قد كده أنها تقدر توقف عدوانها الذي يبث يوميا على الشاشات أمام كل العالم. فكرة كمان تغيير النظرة الشعبية زي ما حضرتك اتكلمت عن الشباب اللي موجودين في الجامعات اللي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الأوروبية اللي ما كانوش أبداً يعرفوا حاجة عن القضية الفلسطينية. على مدار سنوات طويلة كان هناك هنقول وقوف بشكل دائم مع سلطات الاحتلال نتيجة للآلة الإعلامية اللي بتستخدمها سلطات الاحتلال على مدار سنوات. فكرة ازدواجية المعايير كشفت، لا خلاص انت شفت الموضوع كشفت بشكل واضح. فكرة الأطفال اللي بتتصفى، فكرة النساء، فكرة الشيوخ، انت ما بتحاربش جيش قصاد جيش، انت بتتكلم انت عن جيش شعب محمل بكل الأسلحة المجرم استخدامها واللي انت بتشوفه بيصفي في مجموعة من المدنيين. فكرة ان عندك مجموعة من الفئات في اصعب اوقات الحروب هي فئات محمية بموجب قواعد القانون الدولي الانساني، العاملين في قطاع المساعدات محميين بموجب الاتفاقيات الأممية، العاملين في مجال الإعلام سواء من صحفيين أو مصورين محميين بموجب الاتفاقيات الدولية، المسعفين وعاملوا الدفاع المدني محميين بموجب الاتفاقيات الدولية. لما تيجي ترجع بقى النهاردة تشوف كشف الخسائر اللي موجود، هتلاقي أن سلطات الاحتلال لم تستثني لا صحفي ولا إعلامي ولا عامل مسعف ولا عامل في الدفاع المدني ولا أي حد النهاردة موجود من الأطقم الطبية ولا طفل ولا امرأة ولا عجوز ولا يعني أنت حتى أنت مش بتتكلم في حرب متكافئة أو حرب شرعية أو حرب فيها مجموعة من القواعد التي تتوافق مع حقوق الإنسان. للأسف زي ما حضرتك اتكلمت من شوية على فكرة التزامن ما بين الحرب الروسية الأوكرانية ما بين المجزرة الموجودة في قطاع غزة، أثبتت أن العالم الذي استطاع في مرحلة من المراحل أن هو يضيق الخناق على الجانب الروسي، وشفنا تجميد أرصدة وشفنا قرارات كتير تم اتخاذها، وفي نفس الوقت شفنا انك مش عارف تاخد قرار واحد يجبر سلطات الاحتلال حتى لما بيطلع قرارات من الجنائيات الدولية ويطلع. وده السؤال بقى يا دكتور، يعني لأي مدى تستطيع إسرائيل الاستمرار
بهذا يعني بهذا النمط، يعني هو نمط صعب جدا. ازدواجية المعايير العالمية القبيحة يعني بقت حتى ما فيهاش مواربة، يعني ما ينفعش خلاص الموضوع بأي شكل بقى من الأشكال قوي وبقى قوي صعب قوي. ويعني في أكتر من أنه تم إدراج إسرائيل في قائمة العار للدول اللي يمكن بتتعامل بشكل يعني الأسوأ من كده، ان احنا سيء جدا مع الاطفال. يعني احنا بنتكلم قائمه العار وهي قائمه سوداء، قائمة يعني سوداء. وادراج نتنياهو طبعا في جرائم الحرب ايضا من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه. يعني بعد كل ده احنا ايه المفروض ننتظره من هذه الدول التي ترعى الانسانيه وحقوق الانسان؟ طول ما الولايات المتحده الامريكيه متمسكه بدعم هذا الحليف في سياساته القبيحه ودائما التلويح باستخدام الفيتو في قرارات مجلس الامن، ودائما كمان حتى احنا شفنا زي ما حضرتك بتتكلمي من شويه على ان بعض اعضاء الكونجرس والسينيتس لما بيطلعوا النهارده تهديد صحيح لقضاة المحكمه الدوليه ان هم سيلاحقونهم ويلاحقوا اسرهم، احنا ما شفناش النهارده بجاحه وبلطجه اكتر من كده. يعني اللي احنا بنشوفه للاسف موضوع كارثي. بنشوف العديد من المنظمات الامميه، احنا بنتكلم النهارده عندنا الاليات الامميه، هذه الآلية التي اتفق عليها العالم، بنتكلم عن واحد زي السيد أنطونيو جوتريتش لما مش عارف النهاردة يساعد لا منظمة الصحة ولا منظمة الغذاء ولا كل الآليات الأممية، إنها ما بتتكلمش في شأن سياسي. على فكرة مؤتمر الأردن لم يتحدث عن أي قرارات سياسية، مؤتمر الأردن يتحدث عن مساعدات إنسانية، المؤتمر يتكلم عن الإغاثة الطارئة، يتكلم عن إنقاذ مدنيين. ما بنتكلمش دلوقتي النهارده في حلول سياسيه، حلوا سياسي مع بعض بعدين، ولكن في ناس بتموت، دخل دواء، دخل وقود، دخل في ناس النهارده عدى عليها شتاء وعدى عليها صيف. وزي ما حضرتك النهارده المراسل عرض من شويه في 2000 شاحنه وزياده موجودين النهارده عايزين يدخلوا. شفنا شعب بطل زي الشعب المصري النهارده، فكره استمرار المساعدات منذ اليوم الاول من 7 من اكتوبر، شعب في عز ازمته الاقتصاديه كان واقف صف واحد ورا القياده السياسيه بيجهز في مساعدات، بيطلع من اقصى وافقر القرى بالتبرع بالدم. وشفنا في الناس كلها في الدوله المصريه كانت بتتحرك النهارده في جسر متواصل كان عمداه يتعدى الكيلومترات عشان خاطر هم شايفين ان هم يقدروا يساعدوا ولو بالبسيط. البسيط ده وصل وفق التصريحات الامميه مش التصريحات المصريه لما يزيد عن 80% من اجمالي المساعدات التي قدمها العالم باسره. ده بيثبت حاجه واحده، كلمه كبيره المنطقه دي كلمه مش صغيره، وان اي حد النهارده مصطلح الزعامه ليس مصطلح مجاني. عايز تبقى كبير بتدفع فاتوره انك تبقى كبير. الموقف المصري من القضايا الفلسطينية موقف ثابت على مدار التاريخ، منذ اليوم الأول الدولة المصرية ترفض تهجير الفلسطينيين، الدولة المصرية ترفض تصفية القضايا الفلسطينية في مقابل أي مكتسبات. طب أنا لو حطيت ما يحدث على أبواب معبر رفح، وحطيت ما يحدث على شواطئ مدينة غزة، يعني ما عهدناش أمريكا أنها بتساند الشعب الفلسطيني بحاجة؟ عمرنا لا شفنا ليهم ميناء ولا شفنا ليهم مطار ولا شفنا ليهم، ده لما كان حصل لهم مطار بعد اتفاقيه اوسلو تم قصف. طبعا لما تيجي امريكا تقول لك انا هعمل رصيف علشان المساعدات، ويقال بقى ان الرصيف ده لتهجير الفلسطيني، ويقال ان الرصيف ده لشبهات اخرى، انا هنا بنافس الدور المصري؟ يعني انا يعني من امتى امريكا عايزه؟ خلينا نوضح للمشاهد، انا عايز بس اقارن ما بين المشهدين. خلينا نوضح للمشاهد حاجه، أيوة. معبر رفح ليس هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة، قطاع غزة يمتلك 7 معابر مع سلطات الاحتلال، في 7 معابر تانية موجودة. سيبك من معبر رفح خالص، اتكلم عن المعابر التانية اللي كانت النهاردة بتتكلم في تبادل تجاري ما بين قطاع غزة وما بين سلطات الاحتلال بميزانية قوامها 4,700,000,000 دولار سنوياً. تكلم في رقم ضخم، في أكتر من 500 شاحنة بالتجارة كانت بتدخل يوميا من الجانب الآخر من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة. يعني حضرتك النهاردة في وسائل أخرى لدخول المساعدات، لما التجارة والبزنس كانت شغالة ما بين الناحيتين كان في 4,700,000,000 دولار
سنويا حجم التعامل التجاري لحد السنة اللي فاتت. كل ده توقف. كل ده توقف النهاردة. يعني انت لما تقول ان مصر بتتعند في ادخال المساعدات، اعتقد الصورة اللي احنا عرضناها من شوية كاشفة. الصورة اللي كانت موجودة كمان في المؤتمر اللي عمله الامين العام للأمم المتحدة امام معبر رفح اثناء اغلاقه في اكتوبر الماضي كانت صورة واضحة. لما قيادات ورموز الحكومات على مستوى العالم بيجوا وبيزوروا ويشوفوا المعبر وهو مفتوح من الجانب المصري ويشوفوا المساعدات اللي بتقدمها ليست فقط الدولة المصرية ممثلة في السلطات الرسمية، عايز أتكلم عن الملحمة اللي ضربها المجتمع المدني المصري، عايز أتكلم عن الملحمة اللي احنا شفناها من الجهات المعنية، تحالف الوطن اللي عامل الأهلي التنموي، الهلال الأحمر المصري، بيت الزكاة والصدقات المصري، الجمعيات والمؤسسات المصرية، أبطالنا من المتطوعين اللي كانوا موجودين دول النهاردة لحمة واحدة، موقف سياسي واضح، إرادة شعبية تدعم القرار السياسي، شايفين وحدة واحدة في دعم القضية الفلسطينية. مصر تضرب مثال في الانتصار لقيم الشرف والإنسانية في زمن عز فيه الشرف. اللي احنا شايفينه بجد هيتكتب بحروف من نور في تاريخ العمل الإغاثي والإنساني الدولي. طيب خليني أرجع مع حضرتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، ويعني الجزء المتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار. دائما ما يؤكد سيادته على هذه النقطة، والحقيقة يمكن هذه الكلمة وهذا الإصرار إلى حد كبير حتى بيحرج المجتمع الدولي، طبعا يعني حتى مش قادر يتخذ قرار في تبانى زي ما حضرتك قلت كم الفيتوات اللي تمت اصدارها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن مواقف كلها صعبة، وزي ما حضرتك تحدثت فكرة مباشرة الحديث بتحرج المجتمع الدولي. فكرة ان يكون لديك رئيس شجاع وقوي وينتصر لقائم الحق، دي النهاردة نقطة مهمة. رئيس لا يعرف المواربة، رئيس النهاردة لا يتحدث بمعيارين او بمكيالين، هو النهاردة رجل واضح من اليوم الاول، قال لك ما يحدث هي مجزرة، ما يحدث هو مخالف لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، رفض السماح بعبور الأجانب من قطاع غزة إلا بعد دخول المساعدات المدنية. وعشان كده اللي احنا شايفينه صحيح. إن مصر واضحة في اتخاذ قراراتها، نحن لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية، لن نقبل بتهجير الفلسطينيين، مستمرون في دعم الشرعية الدولية ومستمرون في دعم إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية. شكرا لك دكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتأكيد الموقف المصري ثابت وواضح منذ اللحظة الأولى. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا لكم المشاهدين.